بالفعل الناخب الوطني طارق السكتيوي يعني بعد انتظار طويل استقر على لائحه المنتخب الاولمبي التي ستشارك في اولمبياد باريس. هناك مجموعه من الخيارات يعني تاخذ مجموعه من القرارات فيما يخص التركيبه البشريه مثل الدفع باشرف حكيمي والاستعانه بمنير الكجوي وصوفيا الرحيمي. اعتقد ان ما يستشف في هذه اللائحه هو الصعوبه التي واجهها طارق السكتيوي في اقناع او الجامعه في اقناع الانديه الاوروبيه بتسريح لاعبيها، لاننا ندرك ان الالعاب الاولمبيه ليست تاريخ للفيفا، يعني الانديه الاوروبيه لديها كل الحق في رفض او الموافقه على تسريح لاعبيها، لكن كما قال الناخب الوطني هو اعتمد على فلسفه خاصه بتجانس خاصه ب يعني تماسك المجموعه استند على مجموعه المعايير التي ترتبط خاصه بما هو داخل الميدان رياضيا وكذلك بما هو خارج الميدان مثل التفاهم مثل الارشادات او التوجيهات التي سيقدمها الكجوي وحكيمي ورحيمي بالخبره التي يجرونها خلفهم. اعتقد الان ان المنتخب الوطني واجه صعوبات لكنه مؤمن بحظوظه، سيلعب على يعني سينافس على حظوظه كامله من اجل الذهاب بعيدا في العاب اولمبيه ومحاوله اقتناص ميداليه يهدونها للعلم الوطني للشعب المغربي في اولمبياد باريس باذن الله. السلام عليكم. اعتقد بان تشكيله مثاليه في معتقدي الشخصي باعتبار ان مجموعه من الانديه الاوروبيه رفضت تسريح لاعبيها للمشاركه رفقه المنتخب المغربي الاولمبي في اولمبياد باريس القادمه. شفنا اليوم المدرب طارق السكتيوي كيف تحدث عن المشاورات او المفاوضات التي خاضها رفقه مجموعه من اعضاء الطاقة التقني من اجل اقناع مسؤولي الانديه الاوروبيه لتسريح لاعبيها. تحدث اليوم طارق السكتيوي عن غياب لاعبين وازنين في صف المنتخب الأولمبي والحديث عن المهاجم بكراوي أو أميل وزاني وحتى أدم أزنو ولاعبين شباب كانوا سيقدمون إضافة للفريق الوطني في المحفل الأولمبي، لكن للأسف طارق السكتيوي اصطدم بهذا المعطى، معطى بأن الألعاب الأولمبية لا تندرج في تاريخ الفيفا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الرغبة التي أظهرها المدرب طارق السكتيوي من أجل النجاح في المحفل الأولمبي وتحقيق نتائج إيجابية. طارق السكتيوي تحدث على أن الفريق الوطني سيخوض معسكرا تدريبيا بمركز محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا، وبعدها الانطلاق نحو ليون بخوض مباراة ودية في 18 من الشهر الجاري قبل مواجهة المنتخب الأرجنتيني وبعد مواجهة منتخب أوكرانيا ومواجهة منتخب العراق. عموما الأهم من هذه الندوة التي قدمها طارق السكتيوي هو أنه حاول جاهدا إقناع مجموعة من الأندية الأوروبية، لكن للأسف الأندية الأوروبية رفضت تسريح لاعبيها، وهذا في اعتقادي الشخصي يبقى أمر عادي وأمر منطقي. اللائحة التي أعلنها عنها طارق السكتيوي اليوم للمشاركة في أولمبياد باريس اللي غتنطلق في 26 إلى غاية 11 غشت، ولكن المنتخب الوطني سيلعب يوم 24، هي لائحة متكاملة وبرر أنه الأندية تتحكم في صوغ اللوائح بشكل أساسي، لأنها في كثير من الأحيان تمنع بعض لاعبيها من المشاركة في الألعاب الأولمبية، لأن في نهاية المطاف المنافسة لا تدخل تحت غطاء الاتحاد الدولي لكرة القدم بل تحت غطاء اللجنة الأولمبية لألعاب القوى، مما يفرض لأن الناخب الوطني أن يلتزم بما قررته بعض الأندية بخصوص مشاركة لاعبها. أعتقد أن هذه الأسماء المتواجدة بعض منها توج بمنافسات كأس أمم إفريقيا الأقل من 23 سنة، وبعض منها وصل إلى نصف نهائي كأس العالم بقطر بحضور منير الكجوي وحكيمي كأسماء مجربة. أعتقد أن هذه الأسماء وهذه التوليفة قادرة على أنها تعطينا مشاركة متميزة في الألعاب الأولمبية بباريس 2024. الناخب الوطني طارق السكتيوي كان في هذه اللائحة مسير اكثر منه مخير، لان يعني كانت عنده مجموعه من الاسماء كانت عنده لائحه موسعه، ولكن يعني بزاف ديال الانديه اللي تفاوض معها او تفاوضت مع الجماعه عرفت انها تسرح اللاعبين ديالها. كنعرفوا ان هذه الفتره يعني اللي كتقام فيها الاولمبياد ماشي من تواريخ الفيفا، الانديه كيبقى عندها الحق في انها تعطيك اللاعب او ما تعطيكش، هذا اللي خلى الناخب الوطني يعني كيشوف خيارات ثانيه. وكان ان الاسماء اللي اختارها يعني من افضل ما عندنا، كاين مجموعه من اللاعبين اللي عندك اكتسبوا خبره على مستوى المنتخب الوطني الاول واسماء والسن ديالهم مازال صغير، ايضا كاين عناصر من ذوي الخبره وبالخصوص الثلاثي اللي عززته في المنتخب الوطني الاولمبي، حكيمي عندك رحيمي وايضا الحارس المحمدي اللي كان انه غادي يعطي واحد النوع من الامان على مستوى حراسه مرمى الفريق الوطني.